مستشفى شفا الأورمان، وكل مرة باجي بكتشف حاجة جديدة جدا. المرة دي اكتشفت ان المستشفى هنا بيصروا ان المريض يكمل علاجه. يعني لو مريض مثلا مقرر ان هو مش هيكمل علاج، سواء بقى لان هو تعب نفسيا او مش عايز او اي سبب تاني، يقعدوا معاه يفهموا السبب، يحاولوا يشرحوا له ويرجعوه تاني يكمل العلاج بتاعه. مريض مثلا معهوش فلوس القطر علشان يجي من اي حتة في مصر، معهوش تذكرة او فلوس علشان يركب مواصلة يجي، بيدفعوا له المواصلات علشان يكمل العلاج بتاعه. هتتعالج، يعني هتتعالج صعيد بلا سرطان. ايه رايك في المستشفى؟ هي ممتازه بصراحه، خدمه حلوه خالص هنا. لا تمام، على مستوى عالي يعني. ده احسن مستشفى في العالم. منك اي فلوس؟ المستشفى خدوا منك اي فلوس؟ لا 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 لا، لا. جرد ما اجي هنا ما تعرفيش يقول يعني ايه ولا ايه، استهمام يعني فوق الوصف. بتيجي تلاقي كل حاجه موجوده، ولا مثلا بتجيبي شاش، بتجيبي حقن؟ حاجه ولا محتاجه، كله من عندي. حضرتك لما جيتي هنا قبلوكي قبلوكي على طول، ولا كنت محتاجه واسطه؟ لا على طول، مفيش وسايط هنا. لا والله 100 100، والله مستشفى كويس هنا في حته صعيد جمهوريه مصر العربيه كلها. ده يعتبر اكبر مشروع عملته الأورمان، تكلفه طبعا تتجاوز 1.5 مليار. هنا مجانا كل شيء، التعامل ارقى ما يمكن، لان مصري بيعامل مصري. أنا نفسي مش مصدق إن في 3 سنين قدمنا 160 ألف خدمة علاجية. المبنى الجديد اللي هو المرحلة الثالثة ده مسطحه 27 ألف متر مسطح بنفس حجم هذه المستشفى. المستشفى هنا وصل إشغال عندنا يصل إلى 75 أو 80%. نقدر نقول إن المستشفى ما بقتش مستشفى، هي بقت مدينة طبية لخدمة الوجه القبلي بكامله. المستشفى دي بتفيد المحافظة بإيه؟ أولاً مع الجانب الصحي فايدة عظيمة لا تقدر بثمن، بالإضافة إن احنا عنصر اللي بيقوم بجمعية الأورمان تحديداً إنها بتستعين بالمواطنين والولاد وبالشباب المقيمين بالأقصر وبالمناطق المحيطة. حضرتك مش شايف دي مستشفى قائمة على التبرعات؟ مش أحسن بلاش يبقى فيها طب نفسي ويبقى فيها سراير أكتر؟ في ناس أصلاً نفسياً بتتحطم، سواء كان من مشكلة المرض أو الآثار السلبية لبعض الأدوية اللي بياخدوها. فلو تتخيلي إن ممكن الاكتئاب ده يوصل لمرحلة إن هو خلاص يعطل مسيرة العلاج نفسها، يبقى لازم إن احنا نعالج نفسياً. احنا بنقدم الدور النفسي والاجتماعي والمادي كمان للمرض. اكتشفنا مع بداية افتتاح المستشفى ان في عدد كبير من المرضى ما بقاش يجي، تقريباً من 5 ل15 عيان يومياً مش بيجي. بعد ما عملنا تحليل ليه العينين مش بيجوا، اكتشفنا ان في عندنا 3 حاجات. الحاجه الاولانيه ان المريض مش معاه فلوس يجي. الحاجه الثانيه ان المريض ما عندوش وعي بثقافه ان هو لازم يجي يخلص الجرعات بتاعته في مواعيدها. الحاجه الثالثه ان هو بيمنع من عيلته. الدور الاولاني اللي هو ازاي ان احنا نقدر نصرف للناس دي فلوس المواصلات، بنحاول ناهل اهل المريض ازاي يتعاملوا معاه. بتفضلي انك تشغلي الناس من الصعيد ولا من القاهره مثلا؟ لان حضرتك اصلا من القاهره. لا بفضل طبعا الصعيد، عشان هم دول صحاب المكان وهم اللي هيفضلوا في المكان وهم اللي هيكملوا في المكان. هنا دربوكي زياده ولا لا؟ اكيد طبعا، من اول ما جينا، اول ما المكان ده فتح عملوا لنا اورينتيشن وكنا موجودين هنا في المكان بنيجي باستمرار. بصراحه اشتغل علينا شغل كتير. هو المريض اصلا بيجي وبتكون نفسيته يعني متدمر، فانت لازم نشوف حاجه كويسه عشان يعرف ان المكان اللي هو جاي فيه ده يعني مكان كويس. فانت لما تجيبليه بوش بشوش هو هيحس ان في امل. فهنا طبعا سيستم على احدث طراز، تعتبر المستشفى من انظف مستشفيات في الجمهوريه تعتبر. مش عايز تسيب الصعيد وتروح تشتغل في القاهره؟ والله انا كان الاول نفسي امنيتي ان انا اسافر بره، يعني بعد ما اخلص امتيازي واخلص كل حاجه اروح اسافر بره. بس بعد ما شفت شفا الأورمان واخدت فيها سنه، لا بصراحه لا غيرت الفكره بتاعتي اصلا. الحيطه اللي مكتوب عليها اسامي الناس اللي انتوا شايفينها ورايا دي بتبقى موجوده في جميع دول العالم، بالذات الدول المتقدمه، لان هم هناك عارفين ان مفيش حاجه بتقوم من غير دور المجتمع المدني. المستشفى هنا بجد فعلا على مستوى عالمي. يمكن انا ما فرجتكوش على الاطباء المره دي لان اهتميت بالتفاصيل، كل تفصيله هم مهتمين بيها. وده لما تكون بتهتم بالتفاصيل يبقى بجد عايز تقضي على المرض، بجد عايز تحل المشكله، مش سايب حاجه مفوتها علشان المرض ده يرجع للناس تاني. انا في مستشفى شفا الأورمان وبجد صعيد بلا سرطان. انا دينا ابو الفضل الجندي، وهي دي الحكايه، مع عمرو اديب، MBC مصر.